هتخطبني امتى؟ هنفضل لامتى كده؟ مش هنتجوز ولا ايه؟ والرد بيكون الظروف واديكي شايفة، العين بصيرة والايد قصيرة، اجيب منين بس؟ احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، انت تستاهلي واحد احسن مني يقدر يعيشك في المستوى اللي انت فيه وما يحرمكيش من حاجة عايزاها، انا منفعكيش بجد. ده السيناريو الطبيعي للهروب من اي علاقة قربت تدخل في الجد، او لما يتسأل هنتجوز امتى تبدأ الاسطوانة دي تشتغل. الحقيقة ان الاسطوانة دي مش في مصر وبس، الراجل راجل في كل حتة وبعضهم بيكونوا نفس التصرفات كمان، ده حتى في الامارات. انت متخيل يعني اللي هو ناقصك ايه علشان تتجوز؟ ما تيجوا نعرف الحكايه دي حصلت ازاي في الامارات، وليه البنت اديته 1.5 مليون وهو عمل بيهم ايه، وليه هرب وهي اتصرفت ازاي. انا ملك حسام، تابعوني. في اساليب كده للهروب من المسؤوليات، وخاصه لو علاقه عاطفيه، وفي بعض العلامات اللي المفروض البنت تاخد بالها منها اللي بيقولوا عليها الايام دي ريد فلاجز، تبقى منوره في عينيها كده وتقولك اصله بيحبني وخايف عليا، ده بيغير مش اكتر، يا خايبه ده بيتمنى لك الرضا ترضي، ريد فلاجز ايه؟ ده في ميزه انت مش واخده بالك ولا ايه؟ لا حقيقي هي مش واخده بالها فعلا. يعني المهم يعني ان طريقه ان شخص يتمسكن لحد ما يتمكن دي قديمه وبقت مهروسه وبتبان قوي يا جماعه، مش بتبان برضو ولا ايه؟ بقولك ريد فلاجز يا اخي اكيد باينه يعني، بس مش للدرجه دي. لا حكايتنا النهارده عن بنت اكيد كانت شايفه العبر في الشخص اللي قدامها والريد فلاجز بتقول لها انا هو، لكن طبعا بتحبه عادي، كلنا مليانين ريد فلاجز وحالتنا صعبه وهي هتغير منه لما تتجوزه اللي هو كان غيرك اشطر اكيد. الموضوع بدأ في الإمارات من بنت طلبت من شاب إنه يتجوزها، اتحجج الحجج المعتادة بتاعة الشباب، أصلي والحكاية والرواية، قالت له إذا كان على الشبكة مش عايزة شبكة، مهر مش محتاجة، شقة ما تشيلش همها. طبعا هو لقى إن كل حاجة متزبطة ومش هيغرم حاجة، قالك إيه بقى، شكلي هتدبس ولا إيه؟ ودور على حجة تانية علشان يحط العقدة في المنشار، لكن على مين؟ قالت له بسيطة هحول لك 55,000 دولار، يعني حوالي كده بالمصري 1.5 مليون بس نتجوز. ده طبعا المبلغ اللي طلبه منها بعد محايلات يقول عايز كمان. قال لها لا ما اقبلش كده ابدا، واحدة ست تصرف عليا، مش كفاية هتتحملي مصاريف كتير للجواز؟ تقول له وماله، احنا واحد وفلوسنا واحدة وبكرة انت اللي تصرف وتجيب. البنت طبعا اعجبت بيه اكتر واكتر، ولقت فيه الراجل الحمش اللي ما يقبلش بالحال المايل ابدا، وان نفسه يعمل كل حاجة بس منين وفين، ودي اهم حاجة عن معظم البنات، حسسهم بس انك نفسك وفي نيتك واعمل لهم من البحر طحينة يتمسكوا فيك اكتر واكتر. وده بالظبط اللي حصل لحد ما حولت له 1.5 مليون وهوب فص ملح وداب. البنت مش عارفه توصل له خالص وبتدور عليه في كل حته مش لاقياه، وده مش هروب من الجواز على قد ما هو نصب بحجه الجواز. هو اصلا ما كانش هيتجوزها، هو الهدف النصب وبس، وللاسف اتنصب عليها. تخيل هو فين مثلا ولا عمل ايه بالفلوس؟ صح بالظبط كده، طول فتره ارتباطه بالبنت الاماراتيه دي كان على علاقه ببنت تانيه، فلما خد الفلوس وهرب اكتشفت انه اتجوز غيرها. ايوه بجد، خد الفلوس وهرب، هرب بالفلوس واتجوز واحده غيرها، ولا قدر وقفتها جنبه ولا مراعاه ظروفه ولا حتى حبها ليه. البنت بقى ما عرفتش تتصرف ازاي ولا تعمل ايه، ولقيت ان الحل الامثل في الموقف ده انها تحاول ترجع الفلوس اللي خدها منها، وبعد كده تشوف ممكن تعمل معاه ايه. وفعلا رفعت قضيه عليه انه سرق فلوس وهرب، وكسبت القضيه ورجعت 1.5 مليون، وكويس انه ما تصرفش فيهم، بس طبعا كله بالأدلة وإيصالات التحويل. شاركونا برأيكم في التعليقات، شايفين تصرف الشاب ده ازاي؟ وهل تصرف البنت من الأول انها تعرض عليه المساعدة ينفع ولا لأ؟ وهل لما اديته 1.5 مليون ده غلط ولا صح؟ وكان لازم تبلغ أهلها ولا لأ؟ وكان لازم تتأنى شوية وتدرس كويس الشخص اللي قدامها وتاخد بالها من الريد فلاجز اللي أكيد ظهرت عليه ولا ايه؟